دول احفادي بس بما انهم في امريكا ما بشوفهمش كتير، فانا حطيتهم كباك جراوند بتاع الكمبيوتر كل مره افتحه اشوفهم. هي يعني انا سعيد ان اكون معاكم ونتكلم معاكم على موضوع شاغلني وفكرت فيه كتير. وفي هذا الموضوع الحقيقة وجدت في محادثاتي مع شخصيات كبيرة زي جيري فريدمان، ده انستيتيوت بروفيسور في MIT واخد نوبل برايز في فيزيكس، وأمارتيا سين وبوب سولو وغيرهم من الناس زي دول، شجعوني جدا في التشخيص اللي هقدمه لكم على الفترة اللي جاية. أنا بعتبر إن إحنا على وشك انطلاقة ملهاش مثيل في تاريخ الإنسانية. اللي أقصده بإنها ملهاش مثيل في تاريخ الإنسانية بمعنى إنه التطور اللي هنشوفه في رأيي أبعد في تأثيره عن أي حاجة من وقت اختراع الكتابة. التطور اللي هنشوفه في 20 سنة اللي جاية يمثل نقلة معرفية تضاهي في حجمها بداية اختراع الكتابة. ليه؟ طبعا لأن الكتابة هي اللي سمحت التراكم المعرفي وعملت انطلاقة كبيرة للإنسانية. فزي ما بيقولوا كده fasten your seat belts، لأن احنا هنخش في رحلة طويلة وسريعة وهنقل لكم في موضوعات كثيرة جدا بس انتم قدها واكتر منها. دي الاول بالبرولوج، وبعدين الأعمدة السبعة اللي بكلم عليها، أعمدة السبعة الثورة المعرفية. أول واحدة تقسيم وحيوية وتنظيم المعرفة، تاني حاجة دور الصورة والتكست، تالت حاجة علاقة الإنسان بالآلة، رابعة الكومبلكسيتي والكيوس، خمسة كومبيتيشن والريسيرش، ستة في حاجة اسمها كونفرجنس وترانسفورماتيف ريسيرش، وسابع حاجة بلوري ديسيبلينارتي وعلاقتها مع وضع السياسة، وبعدين إبيلوج صغير. فهي عايزة أبتدي بالبرولوج اللي أنا قلت لكم عليه كده، اللي هو إن إحنا we are living the most profound revolution in the structure of knowledge. مش بتكلم على اكتشاف محدد ولا بتكلم على آلة وتكنولوجيا محددة، في تركيبة المعرفة نفسها بتتغير. إزاي؟ الأول نبتدي كده إن إحنا نذكر نفسنا بيعني إيه knowledge. احنا بنتكلم في عصر المعلومات، ومن الحاجات اللي بتؤسفني ان اللغه العربيه ما بتسعفنيش في حاجات معينه. يعني احنا بنقول معلومات، انما data is one thing، ان data when it gets organized it becomes information، فده اللي هو المعلومات الثانيه. وinformation when explained becomes knowledge، والknowledge لوحدها لا تعني الحكمه او wisdom، فاحنا محتاجين ايضا الى الحكمه. لان زي ما بقول مثلا الناس اللي غزوا العراق كان عندهم معرفه، كان عندهم علم انما والتمكن من التكنولوجيا، ولكن ممكن كان ينقصهم الحكمه في وضع سياسات تتمشى مع الحاجه. المنهج العلمي بتاعنا بيضيف لنا، بيجيب داتا وبيحولها الانفورميشن وبيحولها النوليدج، انما الحكمه ده دور المجتمعات وده دور القيم. فاذا في مجالات مختلفه بتتداخل في هذه العمليه، وفي يونيفرسال فاليوز مش همشي فيها كلها، انما اضفنا اليها مفهوم اهتمام بالبيئه، اهتمام بالفنون، كل الحاجات دي. وفي قيم معينه لممارسه العلم كلنا بنلتزم بيها، كلكم يا شباب بتلتزموا بيها في هذا العمل، اللي هي اهم حاجه طبعا الصدق في العلم. اي واحد يفبرك معلومات بيتنسف من كل المناحي العلميه. تاني حاجه سرقه مفيش، اللي هي honoring the others، انما في creativity وimagination وconstructive subversiveness، ان الواحد بيطور المفاهيم القائمه بتحطمها وتخطيها. ولذلك ده بيحتاج الى حوار مفتوح على الاراء الجديده، اللي مش عارف الاراء الجديده هتبقى شكلها ايه،
خصوصا لما بيجابه حاجات يعني بتبقى صعب الواحد يتخيلها زي الريلاتيفيتي والكوانتم والحاجات دي كلها. وانما في منهج تو اربيتريت ديسبيوتس، يعني ما تخليناش نقول ده رايي وده رايك، لا، في منهج مبني على اساس الاحتكام للحجه والبرهان. وبنكتسب المعرفه عن طريق هذا المنهج، اهم حاجه بالنسبه لنا في التراكم المعرفي العلمي. وانما الانسان بيكتسب المعرفه ساعات بالبرسبشن، ساعات بالتعليم، ساعات بالتواصل كوميونيكيشن، واحد بيقول لواحد حاجه، اسوسيشن، نشتغل مع بعض، وايضا طبعا المنطق او الريزنينج، راشناليتي والريزنينج. في سؤال ناس بتساله لي، طب يعني النولج ده هاز تو بي ترو، ترو اب تو ا بوينت، يعني نيوتونيان فيزيكس ار ذي ترو؟ ويل ذي هولد فور سيرتن ثينجز، في حاجات ثانيه ان اكستريم كونديشنز الريلاتيفيتي فيزيكس ويل كام انتو بلاي. الحاجات الثانيه المعرفه نفسها بتتغير، بنكتشف حاجات بعد شويه، زي ما اكتشفوا ان الالسرز ار ريزلت of an infection. يعني دي كلها حاجات عايزه انها تتعرف. فالفلاسفه هم اللي بيقعدوا يتكلموا في الحاجات دي، والسكولرلي ميثود والسكولرشيب، وحطوا منهج فوت نوتس ومش فوت نوتس وريفرنسز الى اخره. انما المنهج العلمي اللي احنا ماشيين عليه اللي هو من ايام ابن الهيثم، ثم بعد كده ديكارت وجاليليو، اوبزرفيشن هايبوثيسيس بريدكشن اكسبيرمنت، اف ذا ريزلتس دو ماتش بنقول it is supported، ما بنقولش انها اثبتت. Mathematically you can have proof. In science you support the hypothesis. If they do not you reject the hypothesis and you start all over again. وده المنهج اللي اضاف اليه بوبر بفكره ان المعرفه العلميه لازم تبقى falsifiable.